بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع مشوار الارتحال الكهرومغناطيسي الشهري للأرض، وقد بلغنا في هذا الشهر 4.85، أي حوالي 5 أميال، ويتبقى لنهايته ووصول خطوط الحقل الأرض لمرحلة الانزلاق حوالي 67.5 كيلومتر، ليكون معدلنا اليومي للارتحال بشكل وسطي بالنظر للمعادلات السابقة حوالي 260 مترا في اليوم، وهذا معدل عالي جدا مقارنة بالسنين والعقود الماضية، وكأننا الآن نعيش بأيام تختصر سنين طويلة من رحلة امتدت من الأراضي الكندية إلى وصولا للأراضي الروسية مرورا بدائرة القطب الشمالي. أمامنا الآن حوالي السنة، قد تنقص وقد تزيد قليلا، وبكل الأحوال حقلنا الأرضي الآن يعيش أيامه وشهوره الأخيرة. أيها الأكارم، ليضع كل واحد منكم بوصلة رقمية على منضدة أو سطح مستوي، وليركزها بشكل أفقي تماما، وليلاحظ مدى الاهتزاز والتذبذب الحاصل في قيم النانو تسلا فيها وعدم ثباتها، ولينتبه للميلان الحاصل والانزياح الواضح عن الشمال الحقيقي، وذلك حسب الموقع الجغرافي لكل مراقب على الأرض، وبذلك يتحقق لنا عن ما يجري فوقنا من اختلال عام لنظام الحقل الكهرومغناطيسي للأرض، والذي يدفع عنا الإشعاعات الكونية ويؤمن طرق الاتصال الأرضي وينظم خطوط الهجرة للكائنات الحية في البر والبحر والجو كذلك. والآن وللأسف نشاهد الحيتان والأسماك تنفق، والطيور تقع، والحيوانات تموت بشكل جماعي، وفي داخل الأرض الصهارة تنشط وتتمدد، والصفائح القارية تنزاح بشكل متسارع، البراكين النشطة لا تهدأ، والخامدة بطور النشاط، المناخ يتوحش ويتغير، وما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية مختصر ما سنتعرض له أو ما ستتعرض له الأرض في القريب العاجل. يحاولون التستر والإخفاء والحجب بكافة الوسائل، حتى تحول الزلزال الأخير الذي حدث وأعطوه قيمة 8.1 ريختر وحولوه إلى 7.6، وتم تخفيضه ل 5.8، فهل يضحكون هؤلاء على عقولنا؟ أيها السادة، دعائم الأرض الآن تتفكك لكن بشكل محدود، فالاختزان الطاقي ما زال تحت خط الحرج، لكن ما سيحدث عند الوصول لنقطة الانزلاق سيسرع تفكك الروابط الجيولوجية التحتية للأرض، ويؤدي لمضاعفة السعة والقوة الزلزالية وتعدادها عبر العالم. سيأتي أحدهم من وراء أقاصي البحار ويقول لقد انتهى الارتحال الكهرومغناطيسي ولم نرى شيئا، فالجواب لهذا السائل أن الارتحال الكهرومغناطيسي ارتحال حقلي وليس جغرافي. وقد مثلت لكم الفرق بين هذين الارتحالين سابقا بالقطارات القديمة التي تسير وتتوقف تدريجيا عندما تطبق على تصارعها مكابح ميكانيكية مغناطيسية، فكما القطار يتوقف بالتدريج حتى يصل للمحطة المطلوبة عبر تلك المكابح، كذلك محور الأرض يتذبذب وينشد لجهة عن أخرى، مما يولد تفاوتا ثقلي يجلب الويلات لبنية الكوكب. حججهم الواهية سنسمعها، تلميحاتهم على أن هناك شيئا سيحصل سنقرأها، لكن بدون تفاصيل وبدون إيضاحات. ضيف السماء سيصطف مع الشمس والأرض كنسق
مداري واحد اعتبارا من منتصف الشهر القادم إلى 20 منه، لأن موقعه يتغير ويقترب، وهو الاصطفاف لأبعد ذروة. ونحن نذكر ما يحدث في شهر ما حدث في شهر 8 الماضي من ارتفاع كبير بنشاط الزلازل والبراكين، عندما كانت الأرض على نسق واحد لأقرب ذروة. فماذا سيخبئ لنا الشهر القادم، مع العلم أن الأرض ترضخ لنصف قطر التأثير، نصف قطر التأثير لحقل ضيف السماء؟ شهور الإخفاء كما قلنا ستبدأ هذه السنة اعتبارا من نهاية الثلث الأول للشهر القادم كرؤية تلسكوبية معدومة، وستستمر لنهاية شهر 5 حتى يتحرر موقعه الظاهري للأرض من ضوء الشمس عند ساعة الفجر الأولى. هذه الحسابات تتغير بين حين وآخر تبعا لتغير الزاوية المدارية بالنسبة للأرض والشمس. هناك بعض الراصدين يرصدونه بشكل كامل وجهودهم مشكورة، لكن مشكلة تحديد الإحداثيات لديهم حاضرة، ولا مجال لتوثيق أي صورة حتى ولو كانت صحيحة بدون تحديث الإحداثيات وزمن الالتقاط وعيار التلسكوب والقطعة العينية وباقي المعايير التلسكوبية. الرؤية بشهور الإخفاء تنحصر عبر الأقمار الاصطناعية فقط. ألاحظ أن هناك العديد من الأشخاص يأخذون صورا مفلترة لإنعكاس الشمس الوهمي وصورا غير معروفة المصدر على أنها لضيف السماء الموعود، ويستغلون شهور الإخفاء من غبائهم وغباء من يتبعهم ويصدقهم. كم مرة أكرر لكم، لا تتبعوا تلك الصور ومن ينشرها، لا تتبعوا تقارير التضليل التي تصدر من هنا وهناك، لا تنتظروا من أي جهة الاعتراف بما يجري في السماء، لا تحددوا مواعيد للوصول. انتهاء الارتحال الكهرومغناطيسي ليس موعدا للوصول ولا للرؤية العيانية، بل هو تمهيد لذلك، والوقائع ستخبرنا فقط. لا يمكن التنبؤ لمتر واحد من حركة هذا الزائر الثقيل. اجعلوا الشرطين المتلازمين معيارا لتجاوز المدار المطلوب وانطلاقه نحونا. من الممكن أن يبقى لعشر سنين خلف مدار المشتري جدلا، ومن الممكن أن يجتازه بعد سنة، لا ندري بنهج هذا المبعوث الإلهي. ودعوا الغيب لله سبحانه وتعالى، وكفى اجتهاد عن غير علم. مشوار الارتحال على وشك الانتهاء، وأنا شخصيا أعتبر الحقل الأرضي بطور التلاشي، لكني أرتقب تحقق المعايير المطلوبة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.